بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب الصف الثالث الثانوي بثانوية دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم. اليوم نكمل الحديث عن وحدة التواصل الشفهي، مهارة الخطابة والإلقاء. بالأمس القريب قد تحدثنا عن بعض توجيهات من أجل حديث فعال، توجيهات للخطيب أو الملقي أو المتحدث من أجل حديث فعال ومؤثر. ومن هذه التوجيهات، وكنا قد ذكرناها قبل ذلك تذكرة سريعة، لابد من الخطيب أو الملقي أن يحدد الهدف من الخطبة أو الكلمة التي سيلقيها. ثانيا، يجعل كلمته متناسبة مع الجمهور من خلال تحليل الجمهور. ثالثا، يقوم الخطيب أو الملقي بترتيب المادة العلمية أو المحتوى بطريقة متماسكة ومنطقية من خلال تحديد الموضوع الأساسي، تحديد الفكرة الرئيسة، تحديد الأفكار الفرعية المدعومة بالحقائق والبيانات، ثم يقوم بعد ذلك بترتيب النقاط عن طريق استخدام طرق الحل المتعددة. وكما ذكرنا أن هناك طرق كثيرة للحل، منها طريقة السبب والنتيجة، ومنها طريقة العقد، طريقة عقد المقارنات، أو طريقة الصلة بالموضوع، أو طريقة الترتيب الزمني. رابعاً، القيام بإعداد مقدمة جذابة ومؤثرة من خلال الطرق الشائعة لجذب الجمهور. ومن هذه الطرق طرح الأسئلة، استخدام الأقوال والاقتباسات المأثورة، نقل حقيقة مذهلة. خامسا، كلما كانت كلمتك أو خطابك مختوم بخاتمة فعالة، فالخاتمة الفعالة الجيدة مهمة بالنسبة لفهم الجمهور والتزامه بالفكرة الرئيسية. ومن أبرز النقاط التي تساعدك على خاتمة جيدة، قلنا مراجعة النقاط الأساسية للموضوع، الدعوة إلى تنفيذ ما جاء في الخطبة أو الكلمة، الإشارة إلى المستقبل، استخدام عبارات وتصريحات مؤثرة. هذا ما كنا قد تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، واليوم نكمل بقية هذه التوجيهات. سادسا، قم بإعداد وسائل بصرية ملائمة وجيدة. ومن هذه الوسائل البصرية التي تساعدك على فهم الجمهور، تساعد الجمهور على الفهم والتذكر لرسالتك بشكل أفضل، هو أن يتذكر الناس حوالي بشكل أفضل، كما قال العالم إتجار ديل، أن الناس يتذكرون حوالي 20% مما يسمعونه، و50% مما يسمعونه ويرونه. ومن الوسائل البصرية المعين على ذلك هو استخدام الألوان والرموز، واستخدام الرسوم الكرتونية، والتأكد من الحروف والأرقام بأنواعها بأنها ستكون واضحة ومقروءة بالنسبة لمن يجلس في مؤخرة الغرفة. أمر آخر من توجيهات من أجل حديث فعال، وهو التحدث من واقع موجز مكتوب، وأن يتجنب حفظ الكلمة أو قراءة الكلمات أو الخطاب في أغلب الأحيان. ومن الأفضل أن يتحدث المتحدث أو الخطيب أو الملقي من واقع موجز تكتب فيه النقاط الأساسية، يقوم بترتيب هذا الموضوع ترتيبا منطقيا من خلال مقدمة
وموضوع وخاتمة. واعلم أن هذه الطريقة هي من أحسن الطرق أو أكثر الطرق حيوية وفاعلية. اكتب الكلمات المحورية وليست الجمل كاملة، اكتب كلمة محورية وليست الجمل إيه؟ كاملة. ثامنا، تدرب على كلمتك قبل إلقائها، لأن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لك وبيساعد على تحديد مواضع المشاكل المحتملة، ويجعل التعامل مع محتوى المادة مألوفا بالنسبة لك. يعني هذا التدريب قبل إلقاء الخطبة، أن تتدرب على الخطبة أكثر من مرة، من 3 مرات إلى 6 مرات، هذا يساعدك على تحديد مواضع المشكلة ونتائجها المحتملة، ويجعلك تتعامل مع محتوى المادة بكل ثقة، ويكون هذا الموضوع مألوفا بالنسبة لك. وهذا التدريب على الخطبة يجعلك أكثر ثقة بنفسك، وأن تتدرب على هذه الكلمات من 3 مرات إلى 6 مرات. تدرب على التركيز. أول حاجة تدرب أنك تركز على الأفكار وليست الكلمات، وتتدرب على وجود نقاد موثوقين، اعمل حسابك أن فيه ناس جلسة هينقدوك. تدرب على الافتتاحية وتدرب على الخاتمة بعناية شديدة. أعزائي الطلاب، نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله نكمل الموضوع في حلقة قادمة بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عن الأمة الإسلامية البلاء والوباء وسيء الأسقام، إنه على ذلك لقدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.